السلام عليكم الزول فلوان، كي راكم دايرين؟ بون مش عارف كان راهي الضوي مليح ولا لا. رانا في مدينه مازونه في ولايه غليزان، على بالكم باللي هنايا اللي رئيس البلديه قال لي ممنوع عليك باش تصور الاعلام الجزائري مع رشيد البلديه. صافا شويه كي دايره؟ صافا بخير، تمنيت ما نصور الحمد لله. يا ربي جابك. رانا اون ديريكت، رانا ديريكت، بصح مش عارف كان يضوي مليح ولا لا. لا نورمالمون سي بون. كي راكم دايرين يا شباب؟ الحمد لله. والله الحمد لله انتم بخير. جايبينها شويه؟ لاباس. عشان نقول لهم يقدم الطوموبيل. اروح قدم الطوموبيل هكاك الضوا. قول لي قدم، قول له. قدم باسكو ماشي يضوي مليح. ورا صافا شويه كي راكم؟ صافا جايبينها؟ الحمد لله. على بالكم بلي هنايا رئيس البلديه قال لي ممنوع عليك باش تصور الاعلام على البلاكه هذه تاع مازونا، ماشي كارثه؟ كارثه. دا تليفون ادمرني، واش دار فاني؟ بدا يسب لي في والدها ربي يرحمها اللي زايده هنايا في بعلوفه هنايا. معليش سي رشيد المسامح كريم. بصح ما بغاش يطلب السماح، هذا هو المشكل. لو كان نطلب السماح ما كان لا شك ولا والو، على بالكم نورمال، احنا مسلمين، احنا ولد المنطقه، فهمتوني ولا لا؟ انا ما يطلب السماح هكاك يبين قدام الشعب الجزائري بلي ما شاء الله كاينه ولا لا؟ انتوما صافا شويه جايبينها؟ الحمد لله. فوالا هكاك راهي تبان مليح، راهي تبان مليح. شنو تقول مع الانتخابات؟ شوفوا احنا في الاستمارات لازم تعاونونا باش نلموا الاستمارات هنايا في مازونه في غليزان في 48 ولايه. عاونونا برك هنايا قدام البلديه ان شاء الله. مازونه ان شاء الله. فوالا عندكم كارت تاع الفوت ولا لا؟ ما عنديش مشكل، كاين في الدار. معليش فوالا انتوما تعمروا هنا البلديه، نعطيكم الاستمارات، عندنا ممثلين هنايا ودوكا دوكا فوالا. واش جايبها؟ عاديش نجيب معاكم ان شاء الله. روحوا الشباب اروحوا، كي راكم دايرين؟ صافا شويه بخير لاباس. المستقبل تاع البلاد يا بخير غايا. اهلا كيف حالكم انتوما؟ لاباس بخير غايا؟ مليحه رشيد. الحمد لله عندك كبر طريف انتوما. مريقله. والله مريقله. والله الحمد لله. شوفوا رانا نروحوا بارتو بارتو في 48 ولايه، هاكم تشوفوا ولاد الجزائر ولا هذو ولاد مازونه ما شاء الله. ولاد مازونه الله يبارك. الله يبارك. على بالكم هذه المنطقه منطقه تاريخيه ودينيه كما تيارت كما تلمسان ومازونه في الوقت الاتراك ياه العثمانيين فوالا. ياه وان شاء الله منا لقدام مازونه فاني تولي كيما بكري ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا رانا فاميليا، رانا كبده ودم وعرب وعاطفه نورمال. صافي والله ان شاء الله. ان شاء الله النجاح والله ان شاء الله يكون الخير برك ان شاء الله باذن الله. والله ان شاء الله. فوالا رانا اون ديريكت مازونه كما تشوفوا. مازونه بيان سور جي اليوم. كي راكم دايرين؟ صافا بخير لاباس الحمد لله. الله يهديكم انتوما. عليكم السلام بخير. صافا شويه صح عندنا صحاب اليوم لاكونيك شويه تمشي. هادو راه معاك هادو غادي يعطيكم الصحه. والله يرحمك صح. هذا راه حوسي راه غادي عاود يقعد معنا باش نسقبوا البلاد. لو كان نروح شكون يسقب البلاد؟ شكون يا شو اللي يدير هنا؟ هو يسقب البلاد يخدم البلاد كيما جدودنا. لا خلوها لهم احنا راجل. علاش؟ لا احنا نخلو لهم خلوها لهم يطلقونا نروح ونخلو لهم يديروا كيما بغاو فيها، المهم احنا يسرعونا. والشهداء الله يرحمهم. الشهداء الله يرحمهم. الشهداء راحوا الله يرحمهم. احنا ليسونسيال يخلونا نروحوا وهما خلوها لهم. ما نتبعوهم ما نديروا لهم والو. راهم يموتوا واحد بالواحد. يا خليهم يروحوا. سي مراد بدلسي سي كاع يموتوا واحد بالواحد. يموتوا ان بار ان. ان بار ان يموتوا واحد مورا واحد. صح ما يدوالوا معاهم. ما يدوالوا ما يدوالوا. معايا ويسرموا ما يدوالوا معاهم. حاجه ما يدوهاش. شفتوا يربحوا لعيبه. والو والو. عليكم السلام كي دايره؟ لاباس وانت غايا الحمد لله الله يهديك مليح والله رحمة ربي يهنينا ويهني الامه الاسلاميه امين ان شاء الله امين ان شاء الله والله صافي بليزير فوالا رانا في مازونه الحمد لله يا ربي فوالا كيما قلت لك انت فاني جزائري تو راك انا جزائري جزائري انا جزائري جزائريين على كل حال ياك نموت علمت الجزائر وقرصه من الشاد الحراث البلد وجاب الحريه وجاب الاستقلال والله وانا مسكين في بلادنا صح يا الحمد لله سبحان الله العظيم الحمد لله قلت لهم باللي هذه منطقه تاريخيه ودينيه هذه ما شاء الله كيما تلبس هذا الشيء شي بانيه زايده هنا في بعلوفه هنايا فوالا اصل طاح من بجايه بصح هي زادت هنايا في بعلوفه تامده في تامده فوالا تامده فوالا دوكا دوكا فوالا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يعطيكم الصحه وصافي بليزير كي نشوفكم هنايا الله يحفظك فانيتي فوالا الله يسلمكم وبارك الله فيكم وليتكم سعيد ان شاء الله ان شاء الله صحيتو فوالا راكم تشوفوا مازونه ما شاء الله فوالا جيت سبيسيالمون لهنا دونك نعطيكم موعد ان شاء الله شوفوا السبت في اليكونت بين الوحده والربعه الحد الصباح في سيدي بلعباس بين التسعه و12 من بعد تيليمسان بين الوحده
والربعه هذه الحد، ومغنيه الحد سته ان شاء الله، وثلاثه ان شاء الله الاثنين ان شاء الله نكونوا في تموشنت اللي كتبها ربي الصباح، والعشيه بين الوحده والربعه في وهران. دونك وجدوا روحكم، اطلعوا في روحكم، وما تنساوش دوكا تسعه في بوغ تي في كانوا بعد الحصه نهضروا على المستقبل تاع الجزائر، ومن بعد العشره تاع الليل في قناه جزائريه 1 على العشره ان شاء الله. دونك اليوم التسعه بوغ تي في، والعشره ان شاء الله في جزائريه 1. اطلعوا في روحكم، والسلام عليكم، وتحيه الجزائر.